بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها يا جماعة، يعني المسؤول امتى هيبقى مسؤول؟ حتى لو جواك غل وحقد وكره دفين ضد نادي معين وهو النادي الاهلي بالمناسبة، فده ما ينفعش يظهر عليك وانت مسؤول، وإلا تخلى عن منصب المسؤولية وعد إلى أماكن وكراسي الجماهير، المدرجات أولى بيك. الكلام على السيدة هناء حمزة، لأول مرة في التاريخ يعني أشوف منصات تتويج ناس مختصة تاخد الفرقة بتاعت المركز التاني تاخدها على جنب تطبطب عليها وتهشتك وتبشتك فيها وتديها الميداليات بتاعتها، والمركز الأول ياخدوه على جنب برضو ناس تانية غير الناس اللي بتدي ميدالية المركز التاني، ناس تانية تاخد بتوع المركز الأول وياخدوهم على جنب عشان يدوهم الميداليات. ده حصل امبارح بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري على نادي الزمالك لكرة الطائرة للسيدات. السيدة هناء حمزة مقموصة، قلبها وجعها ان الاهلي كسب، جواها حالة من الحقد والغل ضد النادي الاهلي. خدت فتيات نادي الزمالك مع عضوة مجلس ادارة نادي الزمالك نيرة الاحمر وقعدت تسلمهم الميداليات بتاعتهم، والاستاذ نادر قمر ولا ياسر قمر رئيس الاتحاد خد بتوع الاهلي مع خالد مرتجي وراح يسلمهم الجوائز بتاعتهم. يعني انا ما اعرفش احنا لو في دولة من دول العالم العاشر مش هنعمل كده. الأستاذة هناء حمزة مش مقدرة المركز بتاعها أو المنصب بتاعها وواجبات منصبها، تقعد في البيت تقشر بصل، تطبخ لجوزها، تطبخ لبنتها الجميلة مريم مصطفى، تظبط الدنيا، طالما هي مش قادرة تفصل ما بين العمل العام وما بين انتمائها أو حبها وكرهها للأهلي أو لغير النادي الأهلي. خبر اللي أقوله دلوقتي لا يحدث في أي مكان في الدنيا. مصر أم الدنيا، والله العظيم مش كلام، مصر أم الدنيا يا جماعة. لازم الناس اللي بتعمل في أي منصب لازم تحط قدامها اسم مصر. استاد القاهرة هو الاستاد كان الوحيد بالنسبة لنا اللي أرضيته نظيفة، الحمد لله دلوقتي عندنا استاد العاصمة الإدارية، عندنا استادين محترمين تقدر تستضيف عليهم اكبر الاحداث في العالم. لابد علينا ان احنا نحافظ على الملاعب دي، لان هي دي اللي عندنا، يعني ما عندناش حاجه تانية. عندنا استاد اسماعيليه، استاد برج العرب، استاد الجيش في السويس، استاد الماكس في اسكندريه، استاد اسكندريه نفسه، واستاد اسوان، استادات كتير يعني، لكن ارضيات ملاعب مش قد كده. فاتمنى ان احنا نحافظ على ارضيه استاد القاهره، لان دلوقتي بقى في بتاع 8 فرق بيلعبوا على استاد القاهره. يوم 3 مارس اللي جاي هيتلعب ماتشين في نفس اليوم على استاد القاهرة، وانا مش عارف هتحصل ازاي، ولكن كان الله في عون ارضية استاد القاهرة ونجيلة استاد القاهرة، لان 3 مارس اللي جاي يا جماعة الفيوتشر هيلعب الساعة 6 على ارضية الملعب ده قدام نادي الهلال الليبي، والساعة 9 هينزل حجز ساعتين تاني نادي الزمالك مع سوار الغيني. فانا مش عارف في اي مكان في الدنيا بيحصل كده ان ملعب يستحمل يتلعب عليه ماتشين ورا بعض، غير ان هو اصلا في حوالي 7-8 اندية بيلعبوا على الملعب ده في بطولة الدوري المحلي، غير كاس مصر، غير المنتخبات الوطنية. يعني اتمنى ان احنا نقسم البلد نصين، يعني 4 فرق يبقوا على استاد القاهرة و4 فرق على التحفة الجديدة والاستاد الجديد استاد العاصمة الادارية. في السعودية، في لجنة الانضباط في السعودية قرروا عقوبة على كريستيانو رونالدو، عقوبة انضباطية. انت بتقول ايه يا جدع، انت شارب حاجة على الصبح؟ والله العظيم يا بيه لجنة الانضباط في السعودية قررت عقوبة انضباطية على مين يا اخوانا؟ على كريستيانو رونالدو. برضو تاني انت يا ابني ضارب حاجة ولا في حتة بيمتم بقيتها معاك؟ لا يا صاحبي، في السعودية وقف رونالدو ماتشين. انا اعرف عندنا هنا لعيب في نادي كبير، ونادي كبير ليه؟ هو دونجا، كريستيانو دونجا،
عمل حركة إباحية لصاحبه في الملعب قدام مرأة ومسمع من الجميع، ولجنة الانضباط خدت العقوبة، ولكن لحد النهاردة العقوبة في الدرج، العقوبة مرمية في سلة النفايات، سلة الزبالة. تخيل كريستيانو رونالدو عشان داس على كوفية لنادي الهلال السعودي خد ماتشين إيقاف. تخيل لو دونجا ده كان في المملكة وعمل كده مع زيزو، كان هيحصل له إيه؟ عشان كده الاحتراف يا جماعة وتطبيق اللوائح، أي بطولة عايزة تبقى ناجحة لازم تطبق اللوائح على الكبير قبل الصغير، لكن هنا الكل بيخاف من نادي الزمالك. ميدو بعد ما قلب الدنيا عشان جمال علام، وقال ان جمال علام كذاب، وقال ان جمال علام جاهل تقريبا، وقال ان اتحاد الكوره فاسد، وخبط في الحلل كتير مع اتحاد الكوره، عايز اقول ان ميدو تم احالته للجنه الانضباط، وحتى اللحظه لم يتم معاقبه ميدو. يعني الموضوع بقاله بتاع شهرين ثلاثه، داخلين في شهرين ثلاثه، ومحدش قدر يعاقب ميدو، ومحدش خد قرار ضد ميدو. كريستيانو رونالدو 48 ساعة كانت العقوبة طالعة. وهنا العدالة الناجزة أو القرارات السريعة دي اللي بتثبت إن أنت في اتحاد كرة محترم، في منظومة رياضية محترمة كروية بتحافظ على النظام. ميدو بعد ما خبط في جمال علام طلع قال لك إيه بقى؟ جمال علام ده على راسي من فوق. ده لما جمال علام بدأ يتحرك ويتخذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام ميدو، قال لك جمال علام ده على راسي من فوق، وأنا يا جماعة مستعد أقعد معاه في جلسة أصالحه وأبوس على راسه، وأنا مش طمعان في أي منصب، لكن يعني كان لازم اتحاد الكورة ياخدني، يستفيد بخبراتي، يستفيد بعلمي، يستفيد بدراستي، أنا راجل دارس بره وجوه. قولا واحدا. عارفين ميدو ليه هدي يا جماعة؟ عارفين ميدو ليه هدي؟ ميدو كان مولع الدنيا على فكره، وكان يأمل انه يشتغل في اتحاد الكوره. لكن ميدو راح بتاع شارك تانك بتاع ايمن ممدوح عباس، رجال الاعمال المحترمين اللي بيطلعوا في برنامج شارك تانك، وعرض عليهم مشروع لكره القدم وياخد 25 مليون جنيه منهم، وفعلا خد ال 25 مليون جنيه وهيتجه لهذا المشروع الناجح جدا بالمناسبه، واللي لو ميدو قدر يحقق نجاح بنسبة 80% في هذا المشروع، احنا هيطلع لنا لعيبة برة كتير جدا، على غرار النني، تريزيجيه، محمد صلاح، لعيبة كتيرة جدا، ومشروع ناجح جدا بالنسبة لأحمد حسام ميدو. عشان كده ميدو هدي حبتين وبدأ يفكر في مشروعه ويبعد عن القيل والقال بالنسبة لجمال علام. بمناسبة جمال علام، كنت لسه بقولك نفس الناس تعمل، أو أي مسؤول في أي منصب يحط قدامه مصر، يحط قدامه سمعة مصر واسم مصر عالميا وقاريا وإقليميا، لأن البلد دي يعني محتاجة تضافر كل الجهود. ما يبقاش فخامة الرئيس ماسك مرزبة وبيحاول يعزق ويبني ويعمل وبتاع، وفي ناس تانية من وراء بتسيء لسمعة مصر. روي فيتوريا يتقدم بشكوى لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الاتحاد المصري لكرة القدم. ليه؟ لأنه المدة اللي كان محددها ومتفق فيها مع اتحاد الكورة عشان يخلصوا موضوع الشرط الجزائي مخلصش، والراجل قال لك لا خلاص بقى، انتوا على ما بتجوش بالذوق، انتوا لازم تيجوا بالدق وبتيجوا بالسك. فالراجل لجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم. جمال علام طلع من يومين، ويمكن ده سبب تحرك روي فيتوريا. جمال علام طلع قالك احنا في نقطة كده في العقد هنحاول نستفيد منها، ان احنا ما ندفعش الشرط الجزائي. الفصلة اللي بين جملتين في الشرط الجزائي بتاع فسخ العقد دي نقدر نستغلها ان احنا ما ندفعش الشرط الجزائي. وبناء عليه تحرك روي فيتوريا بعد 48 ساعة انه يشتكي الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على كامل عقده، على كامل عقده. السؤال، بعد ما كنا هندفع 600,000 يورو، هنبقى مجبرين ان احنا ندفع العقد بالكامل، مين هيحاسب على الفاتورة؟ مين هيحاسب على الفيزيتا؟ مين هيدي الفلوس او يدفع الفلوس لروي فيتوريا
المدير الفني البرتغالي الفرق يعني من 600 ألف يورو لحوالي 3 4 مليون يورو، رقم كبير جدا، رقم كبير جدا. عايز أقول نادي الأهلي له لاعب اسمه محمد ياسر، محمد ياسر بيلعب في نادي تبليتسا التشيكي، محمد ياسر مكسر الدنيا في التشيك. نادي الزمالك عنده أزمة في خط الهجوم، مسؤول الزمالك بعتوا مسؤولين ومندوبين من عندهم يتفاوضوا مع اللاعب ويجسوا نبض اللاعب وجلسة مع وكيل اللاعب اللي قريب جدا بالمناسبة من نادي الزمالك ومسؤول نادي الزمالك. محمد ياسر النادي الأهلي وصلته معلومة، طبعا احنا نتصالح ونتحابى ونبوس بعض وناخد بعض بالأحضان والزمالك يجي لنا واحنا نروح للزمالك، كلام جميل جدا. لكن في الاحتراف وفي الكورة مفيش كده، في الاحتراف مفيش ان انا اصاحبك وتصاحبني وسيب لي فرصة، سيب لي صفقة واسيب لك صفقة وما تخشش على لعبتي وما اخشش على لعبتك، ده مش احتراف، ده اسمه اتنين بيأجروا ساعتين في ملعب بيروحوا يلعبوا مع بعض، انت تاخد لاعب من عندي انا الشوط التاني ابدل عندك خد لاعب انت تاخد لاعب كده عشان نمشي الساعتين. النادي الاهلي وصلته معلومة بمحمد ياسر والاهلي تحرك سريعا، امير توفيق جاب الولد، النادي التشيكي كان عايز يجدد الاعارة سنة كمان، فالنادي الاهلي اشترط عشان يوافق على تجديد الاعارة انه يجدد لحد 2027، وبالفعل تم تجديد عقد الولد ل 2027 للحفاظ على خدمات اللاعب لاطول فترة ممكنة، خصوصا ان انت في النادي الاهلي محتاج مهاجم، فليه لا ما يبقاش ابني على حجري او ابني معايا وارجع بعد كده ادور عليه. طب ما انا اللي في البيت يسد، انا عندي ابني يسد في مركز الهجوم، خلاص ما مش محتاج ان انا اروح اجيب لاعب. لو رحت جبت لاعب النهارده في اي نادي احمد عاطف مثلا فيوتشر قال لك 30 40 50 مليون 60 70 80 90 مليون، طب ليه؟ طب ما انا عندي ابني احسن من اللي بره ومعارف قيمه تيشيرت النادي الاهلي وعارف يعني ايه انك بتلعب لنادي كبير بحجم النادي الاهلي. عايز اقول مدحت عبد الهادي يعني تحت شعار يعني كان مش عارف ايه نفع نفسه، يعني مدحت عبد الهادي طالع يدي نصايح لمحمد عبد المنعم وبيقول لمحمد عبد المنعم لو عايز تبقى مدافع شاطر ومدافع تحترف اكبر الانديه الاوروبيه اتعلم مني يا ابني. زي بالظبط كده، فاكر انت فيلم زكي شان لما قال له انا مش نايت يا زكي، هو كده انا اثبت يلا وما تخافش يلا ومش عارف ايه واعمل زي ما هعمل بالظبط، ف في الاخر قلعوا هدومهم وخدوا جلاليب وهم ماشيين. فاوعى اوعى يا عبد المنعم تسمع كلام مدحت عبد الهادي، قلب الاسد في نادي الزمالك. مدحت عبد الهادي كان لاعب جيد لكن لا يصل لدرجه الاحتراف او درجه ان هو يكون لاعب دولي قوي. مدحت عبد الهادي كان بيتميز بالقوه العضلات، لكن محمد عبد المنعم لاعب بيتميز بالعقل. في فرق ما بين ان نستخدم القوه فقط وان نستخدم العقل ومعاه بعض ومزيد من القوة. اتمنى محمد عبد المنعم يركز الفترة اللي جاية، اتمنى محمد عبد المنعم يبتعد عن بعض وكلاء اللاعبين اللي بيلعبوا في دماغه، اتمنى انه يركز، اتمنى انه يتفوق على نفسه ويعود كواحد من افضل المدافعين في الكرة المصرية. اتمنى ان محمد عبد المنعم خلال سنتين يكون رجع مستواه ويحترف في النادي اللي هو عايزه، بس يكون عن طريق النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي وباتفاق مع النادي الاهلي وتحقيق الاستفادة او اكبر استفادة مالية بالنسبة للنادي الاهلي. لكن اوعى 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 تسمع كلام مدحت عبد الهادي، لانك في لحظة واحدة ممكن تلاقي نفسك بره النادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.